دوري ابطال افريقيا والجوله الثانيه، الجوله اللي هتخلينا نتحسس اشكال المجموعات ونتحسس مشوار فرق العربيه. في الجوله اللي فاتت حصل كلام كتير، الاهلي بيفوز على المريخ، الزمالك بيتعادل مع مدير الجزائر، الترجي بيقدر يفوز بصعوبه، وشباب بلوزداد بيعمل المفاجاه وبتعدي بمازيمبي، والوداد ماتشو بيتاجل، والهلال للاسف بيخسر من ميلودي سان داونز. هنتكلم النهارده في المباراه الجايه والقادمه للتشامبيونز ليج اللي هتبدا بكره اللي هو يوم الثلاث، هنتكلم عن كل فرق العرب. فقبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وعشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. نبدا بالمباراه اللي هنبدا بيها اليوم اصلا يوم الثلاث، وهي مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني بدا المجموعه بفوز على فيتا كلاب، والاهلي الناحيه الثانيه بدا المجموعه بفوز على المريخ السوداني بثلاثيه نظيفه. ولكن تاريخ المواجهات مع الفريقين مع بعض، هم لعبوا مرتين مع بعض في مجموعات في 2019 تقريبا، لو بعض مرتين الاهلي قدر يفوز في القاهره 5-0 وقدر يخسر في تنزانيا وسيمبا تفوق عليه ب1-0. تاريخ المواجهات مع بعضيهم، ده كسب مباراه وده كسب مباراه، مفيش حد متفوق على التاني. ولكن ارض الواقع دلوقتي اللي واضح لنا ان فريق سيمبا فريق مش من الفرق الضعيفه، او فريق من الاهلي مش هيبقى صيد سهل الاهلي في تنزانيا، خاصه ان سيمبا تقريبا كان اضعف من كده في 2019 وقدر يفوز على الاهلي 1-0. ولكن السنه دي ان هو مثلا يعمل مباراه على فيتا كلوب في الكونغو، مباراه كبيره، مباراه يقدر يكسب فيها فيتا كلوب هناك في الكونغو 1-0، ياخد 3 بونت من الكونغو، يعمل مباراه كبيره قوي قوي على فيتا كلوب، ده يبان لسيمبا التنزاني فريق مش الهين، الفريق اللي ما نستهونش بيه قصاد الاهلي. الاهلي الناحيه الثانيه لازم يخش المباراه، اي نعم المباراه تبقى في تنزانيا الساعه 3 العصر في عز حر، ولكن ان انت تخش ماتش سيمبا من اول دقيقه في المباراه تبان تخوف سيمبا، بتضغط عليه، تبان ان انت جاي المباراه بتلعب على الفوز، عايز تكسب المباراه، تخوفه وترهبه في المباراه اللي انت ما تخلوش يتجرأ عليك، ما يخش الثقه عليك، ده هيساعد جدا الاهلي في المباراه. ولكن لو الاهلي دخل المباراه يفكر ان فريق سيمبا هو فريق ممكن يكسبه، او ممكن يجيب جون في اي لحظه، او ممكن الاهلي يخش المباراه قلقان نوعا ما شويه، او في كذا عامل اللي خلى الاهلي يخش في المباراه ضد سيمبا وان هو متخوف من بعض الحاجات، ممكن يؤدي ان سيمبا يخش معاك في المباراه ويديله ثقه الاهلي، وتلاقي سيمبا بتجرأ عليك وبيروح لمرماك وبيهدد مرماك، وده مش عايزينه قصاد النادي الاهلي، قصاد سيمبا في تنزانيا. النادي الاهلي لازم يخش مركز، لازم يخش فايق في المباراه، لازم يخش يبقى عارف انه بيلاعب فريق مش هين. هنعمل له حساب، ولكن ما نعملش حساب زياده عن اللزوم. نيجي المباراة التانية، وبرضه المباراة هتبقى في نفس الميعاد، ومباراة الجارحين في فيتا كلوب والمريخ السوداني، الاثنين جايين من الخسارتين في أول مباراة، هقابلوا بعض، والمريخ وفيتا كلوب ما قابلوش بعض تاريخيا قبل كده ولا مباراة، الاثنين داخلين المباراة خسرانين، واحد خسران واحد، واحد خسران ثلاثة. ولكن أنا بصراحة ما اتفرجتش على مباراة فيتا كلوب وسيمبا التنزاني، ولكن من ان انت تخسر من سيمبا في ارضية ملعب، ولا كمان عرفته ان سيمبا عامل مباراة كبيرة جدا 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 على فيتا كلوب، فده يبين ان فيتا كلوب السنة دي داخل مش عشان ينافس على الصعود من المجموعات او ينافس على البطولة مثلا، لا، ممكن تكون فيتا كلوب السنة دي اضعف من المرات اللي فاتت او اضعف من السنين اللي فاتت. شفنا فيتا كلوب في كذا سنه في دوري الابطال كان بينافس الاهلي وكان بينافس الزمالك وكان بيهدد الزمالك وبيهدد الاهلي، ولكن السنه دي يخسر من فيتا كلوب، ومباراه جايه ضد المريخ تقريبا في السودان، فانت مباراه جايه في السودان على المريخ، والمريخ بيبقى داخل المباراه عايز يعوض هزيمته قدام الاهلي، عايز يقول لجماهيره لا انا موجود، انا داخل المجموعات علشان انافس على الصعود من المجموعات، مش داخل اعمل يعني اداء مشرف واخرج من المجموعات، لا انا داخل علشان انافس علشان اصعد، وده اللي عايزينه مع المريخ السوداني. الفريق السوداني الشقيق هارد لك خسر المباراه اللي فاتت، لكن المباراه الجايه ضد كلوب ان شاء الله يقدر يفوز، ان شاء الله يقدر يحقق الفوز. مواجهه الاهلي اللي انا اتفرجت عليها ان فريق المريخ السوداني فريق مش سهل، ولكن المباراه اللي لعبها ضد الاهلي في القاهره ممكن يكون قوه الاهلي ادت لها نشوف الشكل ده للمريخ. المريخ كان بيعمل باص كتير جدا جدا، المريخ كان بيفقد الكره في نص ملعبه كتير جدا جدا، المريخ اي نعم هدد مرمى النادي الاهلي، وده الشيء المميز اللي هو ياكد لنا ان فيتا كلوب الفريق اللي ممكن يبقى ضعيف، الفريق اللي ممكن عامل الارض بتاع المريخ يديله افضليه اكتر، يهدد مرمى فيتا كلوب ويقدر يكسب على فيتا كلوب. المريخ هيخش عامل حساب لفيتا كلوب، ولكن ان شاء الله نتمنى الفوز للمريخ. المباراة الثالثة اللي برضه هتبقى في نفس الميعاد، وهي مباراة الوداد المغربي وبترو اتلتيكو، المواجهة الأولى للوداد ضد كايزر تشيفز اتأجلت بسبب إن المغرب مش عايزة إن الطيران يخش
من بره يعني قافله المطارات، وفريق كايزر تشيفز مش عارف يخش الوداد في المغرب عشان يلعبوا، فأدت المباراه تتأجل وتقريبا حددت يوم 28/2 للعب المباراه. ولكن مباراه بيترو اتلتيكو لعب المباراه الاولى ضد حراك كوناكري في المجموعات، وقدر ان حراك كوناكري يتفوق على بيترو اتلتيكو ويكسبه 2-0، وكانت المباراه بتتلعب في غينيا. ولكن المواجهات المباشره ما بين الوداد وما بين بيترو اتلتيكو هما لعبوا مع بعض مرتين في التاريخ، قدر الوداد يكسبه مباراه ويتعادلوا مباراه ثانيه، فما فيش اي تفوق لبيترو اتلتيكو على الوداد. وزي ما قلت في الحلقه اللي فاتت ان احنا ما شفناش اداء الوداد، ما نقدرش نقول الوداد فريق قوي ان هو يطلع اول مجموعه او الوداد فريق ضعيف، لان لسه ما اتفرجناش على الوداد في دوري ابطال افريقيا. المباراه الاولى كنا منتظرين عشان نتفرج عليها، ولكن الوداد المباراه الاولى اتاجلت، ما قدرناش نتفرج على الوداد في المباراه دي. برده داخلين مش عارفين مستوى الوداد، ولكن عارفين مستوى بيترو اتلتيكو من فريق مش صعب، فريق في المتناول، فريق تقدر تكسبه. انت تلعب تلعب في انجولا، ولكن فريق ممكن تكسبه بكل سهوله بيترو اتلتيكو. ان شاء الله ده اللي اتمناه للوداد، ومش هقدر اتكلم على اي حاجه تانية في المباراه دي لان انا ما اعرفش مستوى الوداد. وده بعتذر طبعا لكل اشقائي المغاربه اللي انا مش متحسس الوداد في دوري ابطال افريقيا، لسه ما شفتش مستوى دوري ابطال افريقيا. ممكن في الدوري المغربي يكون متفوق ويكون عامل نتائج كويسه، ولكن في دوري ابطال افريقيا الحسابات كلها بتتغير عن الدوريات المحليه. المباراة الرابعة معانا وهي مباراة تونجيث السنغالي والزمالك المصري. المباراة هي المفروض هتتلعب يوم الثلاث، ولكن الزمالك النهارده قدم طلب للكاف ان المباراة تتأجل 24 ساعة بدل ما تتلعب يوم الثلاث، تتلعب يوم الاربع، بسبب ان الزمالك اتعطل في مطار الجزائر وما كانش عارف يروح السنغال، وحصل كذا مشكلة. الزمالك كان في طريقه الى السنغال ولكن ما عرفش يخش حدود موريتانيا، فرجع تاني الى المغرب، وبعد كده قعدوا شوية في مطار المغرب، بعد كده قدوا ان هم يروحوا موريتانيا، ومن موريتانيا قدوا ان هم يروحوا السنغال. ففي ارهاق كبير جدا على اللعيبه ان هم قعدوا تقريبا يوم كامل في مطار الجزائر، وبعد كده راحوا موريتانيا، ومن موريتانيا راحوا السنغال. ففي مشاكل كبيره بسبب حوار الطيران، ان الزمالك تاخر في الوصول للسنغال، وبالتالي حصل ارهاق للعيبه، فبالتالي الزمالك عايز طلب انه ياجل المباراه. ولكن تاجيل المباراه 24 ساعه وتلعب في ميعادها مش هيفرق كتير، ولكن هنا نيجي لمستوى الفريقين. الزمالك ضد مولودية الجزائر قدر يعمل فرص كتير جدا، قدر يوصل مرمى مدير الجزائر كتير جدا جدا جدا، ليه ضربتين جزاء، قدر يعمل مباراه كبيره جدا على مدير الجزائر. ولكن الناحيه الثانيه تونجيت برضو، والمفاجاه انه قدر يعمل مباراه كبيره على الترجي، ولكن الترجي قدر يفوز عليه 2-1. تونجيت قدر يتقدم على الترجي في تونس وفضل فايز على الترجي لحد ما الترجي رجع في مباراه 1-1 وتعادل في مباراه، بعد كده قدر يسجل الجول الثاني ويكسب في المباراه. ولولا كده كان ممكن تونجيت يطلع كسبان الترجي في تونس بسهوله، ممكن كنا نشوف الترجي خسران من تونجيز. فتونجيز من فرق مش سهله، الباين عليها مش سهله، تخرج الرجاء في دور ال 32، ولكن تخش دور المجموعات تعمل مباراه كويسه قدام الترجي، فده بصراحه قلقني انا كواحد زملكاوي، قلقان من الفريق، مش قلقان خوفا منه، قلقان انا مش عارفه الفريق، مش عارفه، ما شفتوش في ارضه قبل كده، طبيعي هيبقى ارضه صعبه، السنغال مش من ملاعبها الكويسه، وما توقعش ان هم يلعبوني في ملعب العاصمه، هيلعبوك في ملعب اسوء من ملعب العاصمه، فانت من الطبيعي ان انت ممكن تتعثر في المباراه. انا ما اتمناش الزمالك يتعثر في المباراه الثانيه على التوالي ليه في دوري ابطال افريقيا اللي انت في دور المجموعات ولسه في اول مباراتين، وتتعثر وبعد كده هتروح تلعب ترجي ذهاب وعوده، فانت محتاج ان انت تروح على الاقل للترجي وانت باربع نقط مش بنقطتين او بنقطه واحده. فبتمنى في مباراه الزمالك ضد تونجيز نقدر نكسب المباراه. مباراه تبقى رخمه، هقول لك مش مباراه تبقى سهله في المتناول انت تخش تكسب المباراه وانت سايب ايدك، لا، مباراه تبقى صعبه على الزمالك، مباراه تبقى فيها مشقه كبيره على لعيبه الزمالك، ولكن لعيبه الزمالك احنا عارفين منها اللعيبه كلها دوليه، لعيبه كلها قد مسؤوليه، لعيبه عندها خبرات افريقيه كبيره جدا جدا جدا، يقدروا يحاولوا يفوزوا في السنغال ضد تونجيز، ويقدروا يكسبوا تونجيز في السنغال في ظل ان تونجيز فريق صغير، فريق بيقدم مستويات كويسه، ولكن الزمالك داخل السنه دي البطوله مش بيلعب على مباراه تونجيز او بيلعب على صعود الدور المجموعات، لا، الزمالك داخل البطوله يعني على البطوله، فمن الطبيعي نخش مباراه تونجيز نقدر نكسب تونجيز بكل سهوله باذن الله. المباراه الخامسه معانا وهي مباراه مولودية الجزائر والترجي، نفس مجموعه الزمالك وتونجيز. مباراه شفنا مستوى المولوديه وشفنا مستوى الترجي. المولوديه مستواها شفناه الدفاعي، يعني ما شفناش مستوى المولوديه الهجومي. المولوديه شفناها في استاد القاهره ضد الزمالك بيلعب بتشكيله دفاعيه بحته، كان بيلعب 4-5-1، تشكيله دفاعيه بحته جدا جدا، فانا ده مش متوقع ان هم يلعبوا نفس التشكيله دي في ارضهم في الجزائر، في ظل المباراه دي هتلعب في الجزائر، مباراه الترجي ومولوديه الجزائر. فمش متوقع ان هم يلعبوا مباراه
بشكل دفاعي، يعني كده هيتجرأوا بيلعبوا على ارضهم، عايزين يحاولوا الفوز، عايزين يفرحوا جمهورهم، فكده يخش ضد الترجي بيلعب على الفوز وعايزين يفوزوا ويضغطوا على الترجي من اول دقيقه، وهم عايزين يرهبوا الترجي ويجيبوا جون واثنين ويكسبوا المباراه، لان انا ما شفناش مستوى الهجوم للمرديه، فانا كواحد مش عارف مستوى الهجومي للمرديه، ولكن عنده بعض نقاط القوه في الهجوم يقدر يكسبوا بيها، زي عبد الرحمن بردين في نص الملعب شويه كويس جدا، بن ساحه اللي كان بيلعب في الترجي اصلا السنه اللي فاتت بيلعب السنه دي في مرديه الجزائر ولاعب خطير جدا جدا جدا، والمهاجم بتاع مرديه برده الجزائر لاعب خطير وممكن يهدد مرمى الترجي كتير. والناحيه الثانيه مستوى الترجي ما يطمنش، ان هو فريق سنغالي صغير زي تونجيت يعمل مباراه على فريق الترجي ويقدم مباراه كبيره على فريق الترجي والترجي يقدر يكسبه بالعافيه في اخر ربع ساعه من المباراه واخر 10 دقائق في المباراه، فمن الطبيعي يخلي جمهور الترجي والجمهور التونسي يقلق من مباراه مولود جزائر. مباراه هتروح تلعب بره ارضك، فريق ما شفتوش مستوى الهجوم في دوري ابطال افريقيا، شفت مستوى الدفاع وقدر يعمل مباراه جيم دفاع مميز على الزمالك، زي ان الزمالك قدر يوصل لمرمى كذا مره ولكن قدر يمنع ان الزمالك يجيب جون ويفوز في المباراه، فمن الطبيعي تشوف مباراه صعبه على الترجي وصعبه برده على المونديتش زاير، لان الترجي فريق مش بسيط، فريق مش سهل، اه قدم مستوى سيء تون جيت في المباراه الاولى، ولكن المباراه الثانيه ممكن جدا عادي جدا يقدر يكسبك في المباراه، فالمباراه تبقى صعبه جدا 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 على الفريق. مباراه شباب بلوزداد ومونديتش زاير انا سمعت كلام ان المباراه هتتاجل، مع ان المباراه اتلعبت في الجزائر، بس سمعت ان المباراه هتتاجل، مش عارف ايه سبب التاجيل بتاع المباراه، بس ايا كان سواء المباراه اتاجلت او لا المباراه تبقى صعبه، صعب على شباب بلوزداد وصعب على سان داونز. شباب بلوزداد قدر يطلع بنقطه من ارض مازيمبي، الارض الصعبه جدا اللي حصل اعتداءات على فريق شباب بلوزداد هناك، حصلت سرقه الموبايلات، اعتداءات من الجمهور، حاجات كثيره شافوها هناك لعيبه ومسؤولين شباب بلوزداد. الناحيه الثانيه فريق مولودي سان داونز قدر يكسب مباراه اولى ضد الهلال السوداني، الهلال السوداني احنا هنجيله شويه كده ضد مازيمبي، ولكن قدر يفوز في المباراه الاولى على ملعبه ضد الهلال، والناحيه الثانيه قدر يخرج بنقطه لشباب بلوزداد من ملعب مازيمبي، فده حاجه كويسه. اللي داخل المباراه مش هقول لك متساويه الكفه، ولكن مباراه ممكن يواجه فيها سان داونز الصعوبه البالغه، لان فريق شباب بلوزداد اكيد على ارضه مش من الفريق السهل، من الطبيعي بيلعب على ارضه مش يبقى فريق سهل، وكمان ان هو يدي انه يخرج بنقطه من مازيمبي في ملعبه، فده يدينهم دفعه كويسه جدا ويدينهم قبل كبير جدا انهم يصعدوا من دور المجموعات باذن الله. ده اللي يحصل، ان شباب بلوزداد والهلال السوداني باذن الله الاثنين يصعدوا من دور المجموعات، ولكن الاداء اللي احنا شفناه من شباب بلوزداد ضد مازيمبي يخوف سان داونز، لان شباب بلوزداد من فريق سهل، فريق مش سهل جدا، فريق دفاع كويس جدا، فريق هجوميا عنده بعض العناصر اللي هو يقدر يضربك بيها، والناحيه الثانيه سان داونز مش سان داونز بتاع موسيماني، معاه مدرب جديد، فلسفه جديده، فكر جديد، فمن الطبيعي ممكن يتعثر في اي مباراه، وان شاء الله التعثر يجي يوم الاربع ضد شباب بلوزداد لو المباراه ما اتاجلتش. المباراه برضو اللي هتتلعب يوم الاربع ضد مباراه الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي، ولكن المباراه دي هتتلعب في السودان، وان المباراه دي هتتلعب في السودان والهلال خسران المباراه الاولى ومازيمبي متعادل المباراه الاولى على ملعبه، فالمباراه هتبقى صعبه جدا 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 على الفريقين سواء الهلال او مازيمبي، لان المباراتين او الفريقين داخلين جارحين، فريق خسران وفريق متعادل، فالهلال برضو عايز يفرح جمهوره، عايز يقول لهم لا انا جاي اصعد مجموعه، جاي نفس على الصعود، مازيمبي الناحيه الثانيه برضه عايز يفرح جمهوره، عايز يقول لهم انا جاي اصعد من المجموعه، جاي نفس على الصعود، اقعد عليهم المباراه الاولى على ملعبي لكن قادر ان انا افوز في المباراه ديت. مستوى الهلال الدفاعي اللي شفته في مباراه سان داونز ما يطمنيش، الهلال قدم مباراه دفاعيه قدام سان داونز ما تطمنش، سان داونز كان بيخترق فريق الهلال دفاعيا بكل بساطه، بتلاقي لعيب باصه الثانيه بقى انفراد جوه الجول، شفتها كذا مره، شفنا كذا مره الدفاع الهلال اللي هو باص الثاني انفراد، باص الثاني انفراد، باص الثاني انفراد، جول اول جه من كورنر والجول الثاني جه من انفراد، فانت الهلال دفاعيا مش الفريق اللي يطمن، في ظل اللي انت بتلاعب فريق شرس هجوميا زي مازيمبي، مازيمبي فريق مش سهل الهجوم، مش هجوميا سهل، لا فريق صعب جدا، فريق دفاعيا اصعب، فانت هتواجه مباراه كبيره، الهلال هيواجه مباراه كبيره جدا 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 ضد مازيمبي، اتمنى الفوز للهلال السوداني، ولكن مباراه هتبقى صعبة بكل المقاييس. نيجي بقى للفقرة المحببة لقلبي وهي فقرة التوقعات. المباراة الأولى وهي مباراة المريخ وفيتا كلوب، أتوقع فوز المريخ على فيتا كلوب. المباراة الثانية وهي مباراة سيمبا التنزاني والأهلي، وللأسف أتوقع تعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني. المباراة الثالثة مباراة بيترو أتلتيكو والوداد، وتوقعه هو فوز الوداد على بيترو أتلتيكو.
هل المباراة الخامسة مباراة تون جيث والزمالك؟ وللأسف توقعي هو تعثر الزمالك بالتون جيث ويتعادل لمباراة تانية على التوالي. المباراة الخامسة مباراة مولديت الجزائر والترجي، وتوقعي هو فوز مولديت الجزائر على الترجي. مباراة شباب بلوزداد وميميلودي سان داونز، توقعي هو تعادل شباب بلوزداد مع سان داونز. المباراة الأخيرة معانا وهي مباراة الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي، وللأسف للأسف للأسف أتوقع تعثر الهلال السوداني والخسارة الثانية على التوالي وفوز مازيمبي الكونغولي. ده كان رأيي في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا. قول لي رأيك أنت في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك. أنا قلت توقعاتي لمباراة العرب في الجولة الثانية، قول لي أنت كمان توقعاتك. ولو حلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو مرة تشوفني هنا اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد يا معلم، عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهاية 2021. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، بتتكلم في كل حاجة هتلاقيها في الكومنتس. واعمل شير على فيسبوك وتويتر على تويتر. وكان معاك مصطفى، اشوفك في الحلقة الجاية. سلام.